طيب كده مستر خالد، نور. الصورة واضحة أظن قدام حضرتك، فاتفضل اتفضل حضرتك بقى، هات ما عندك يعني. اوكي، اول شيء يا جماعه بدي اياكم تسمحوا لي اتكلم بشفافيه واتكلم بكل مصداقيه، اوكي؟ ويا ريت الكل يسمعني بصدر رحب، لان الكلام اللي انا حقوله راح اقوله لاني انا بدي مصلحه الجميع ومصلحه الشغل. اولا انا بحترم كل الاراء اللي انقالت وانا كتبتها كلها، وهذا إشي بيدل اذا بيدل على انه الناس بدها تنجح وعندها زي ما انا قلت في الاول، الموضوع مش بس الحماس مهم جدا والرؤيه والاهداف مهمه جدا، بس من غير خطه عمل وادوات زي ما قال الاستاذ علي ما حنوصل لإشي. ولكن اللي انا شايفه يا جماعه في لغط كبير في فهم اساس دوبلي. دوبلي هي مش مول خصومات، ما بتديش ديسكاونت. دوبلي الاساس تبعها هي مول كاش باك، استرداد نقدي. يعني انا لما بشوف الاسعار اللي عندي هي نفس اسعار السوق، معناها انا عم بعطي الناس المصداقيه الصح. بعدين الناس ما بتشتري اي شيء من دوبلي، الناس تشتري اشياء من المتاجر الرئيسيه نفسها. الشيء اللي احنا بنقدمه بالاضافه اللي هو ده الاساس، ده الكور تبعنا، اللي هو الكاش باك، الاسترداد النقدي، اللي هو حسب كل الاحصاءات العالميه، حسب الكونسيومر بيهيفيرز او تعاملات الكاستمرز في العالم، الناس بطلت توثق بشيء اسمه خصم. خصم 75% و80%، زي مثلا انا من عمري 8 سنوات وانا بسمع بيير كاردين عامل خصم 90%، صار لي 31 سنه بسمع بيير كاردين عامل خصم 81%. فهذا الكلام it's an old fashion. The latest model للناس او التوفير هي اللي اسمه الكاش باك، الاسترداد النقدي. اني انا بقول للناس انا بطرح لك افضل سعر موجود بالسوق اللي هو سعر المتجر الام، وعلى افضل سعر موجود بعد ما انت تاخذ خصوماتك الموجوده المتاحه من المتجر الام لكل الزباين، على السعر النهائي انت في عندك استرداد نقدي. والاسترداد النقدي لو انا بستخدمه صح الفاليو تبعه كبير. انا مثلا بالنسبه لي طبعا ما حقارن نفسي فيكم، لانه احنا في عندنا متاجر، بس هلا جاي لهي النقطه، انا بعمل كاش باك 6000 8000 دولار في السنه غير التوفير. فالاساس تبعنا هو الاسترداد النقدي مش خصم. انا عمري في حياتي ما سمعت انه احنا بنقدم خصم 30% على الطيران. لا بعرف، صحيح انه في عندنا احد الاوبشنز المضافه على الفي اي بي اللي هي الكوبونات. الكوبونات هذه ادد فاليو، قيمه مضافه. زي انا مثلا بقول لك انا حاعطي لك ايفون، والايفون هذا مواصفاته اكس واي زد كذا، ومع الايفون انا بدي لك هديه مثلا ايربودز. هلا انت مشتري الايفون، انت الفلوس تبعتك واخذ فيها الايفون، مرات بيكون في اوفر ايربودز، مرات ما بيكون في ايربودز. ما ينفعش لما يكونش في الايربودز بقول انا راحت فلوسي، لا انا فلوسي هنا، انا الاساس تبعي انا واخذ كاش باك اذا كنت فري كاستمر. طب اذا انا كنت في اي بي كاستمر، انا واخذ اربع شغلات اساسيه. اليوم هذا السيستم الاخير اللي عملته في مصر حسبتها بالورقه والقلم، الناس اللي في مصر كيف الواحد اللي بيدفع 49 دولار للفي اي بي كيف باستخدام العائله ذات الدخل المحدود مش العالي، كيف بيقدر يرجع 4 إلى 10 أضعاف عضويه الفي اي بي، لانه الفي اي بي بياخذ 3 أضعاف، 2 إلى 4 أضعاف الاسترداد النقدي. يعني إذا الفري بياخد 2% الفي اي بي ممكن ياخد 4 أو 6%. فإذا أنا بحسبها كفاليو، إذا هذا حيوفر بالسنة 100 دولار، هذا حيوفر 200 أو 300 دولار. زائد بياخد خصومات على الأوتيلات بتوصل ل60%، ولسه أنا من 4 أيام عامل إكزامبل لايف مقارنة بين أسعار الفي اي بي لونج تبع حجز الاوتيلات واسعار بوكينج دوت كوم على اكثر من 30 اوتيل في اكثر من 10 دول، اكثر 10 دول سياحه في العالم ومن ضمنها اسطنبول. وكان الخصم واضح جدا، بس طبعا اجين لازم نعرف نتعامل معاه. زي انا مثلا عندي سياره بوجاتي اسرع سياره في العالم، دخلتها في الصحراء في الرمل غرزت، انا حاول السياره دي فكسانه ما بتسواش، ممكن اجيب سياره ابو شرب بحقها 10000 دولار وتمشي بالصحراء احسن منها، بس ده مش الطريقه الصحيحه في الحكم على هذا الشيء. It's not fair. فانا اليوم لما It's all about how I represent my product.
ازاي انا بقدم المنتج تبعي او ازاي انا بقدم الخدمه تبعتي. فانا الفي اي بي اللي حقه $49 الفاليو تبعه انه بيعطيني من ضعفين لاربع اضعاف الاسترداد النقدي، مش خصومات، من ضعفين لاربع اضعاف الاسترداد النقدي الكاش باك مقارنة بالفري. رقم اثنين بيعطيني محرك اللي هو الخصم تبع الاوتيلات اللي انا ممكن اوريكم الفيديو، هو كله 4-5 دقائق بشكل سريع لتشوفوه لايف، يمكن اكيد كثير منكم ما شافوه. هاي كلها امثله حيه، ممكن اذا بدكم بعملكم هلا امثله حيه قدامكم، بس يعني برضو يعني عشان نختصر الوقت اكثر ونتكلم في صميم الموضوع هذا. VIP hotels booking بالعربي، امس كنت عم نروح نشوف منصه حجز الاوتيلات او الديل جرابرز وكيف نستخدمها بالطريقه الاصح والامثل لنستفيد منها. سامعين الصوت تبع الفيديو يا جماعه؟ اتاكد. ايوه واضح، واضح الصوت يا ريس، واضح الصوت تمام. ثواني. استفاده الاقصى. هنروح على بوك ناو. وطبعا هاي ما بتقدر تستخدمها الا اذا انت كنت عضو في اي بي، وزي ما احنا عارفين عضويه الفي اي بي فقط ب $49 سنويا. يا جماعه منصه حجز الاوتيلات هاي طبعا سبيشال بارتنر او سبيشال وايت ليبل اللي قلنا من شركه برايس لاين، اكبر شركه حجز اوتيلات بالعالم خصيصا لشركه دبي. طيب هاي الادويه هي عباره عن شو؟ ديل جرابر. ديل جرابر بكل بساطه انه هي بتجيب لك او تصطاد لك او تنتقي لك افضل الديلز الموجوده في العالم، وعشان انا اقدر استفيد منها انا بخلي المنصه هي اللي تدور لي، مش انا بقول لهم والله انا بدي اوتيل معين في شارع معين في مكان معين. ما بتشتغل بهالطريقة. الطريقة اللي بتشتغل فيها عشان نكون احنا واضحين ونقدر ناخذ الفاليو الاكبر هي انه انا اتركها تدور لي. واحنا الان اليوم حناخذ امثلة حية على بعض المدن الشهيرة عالميا بالسياحة. نبدأ مثلا بنيويورك في امريكا. انا كنت حاطط بعض السيفينج، اوكي نيويورك سيتي امريكا. انا بقول له مثلا دور لي من 25/11-27/11 غرفة لتو جست. بقول له سيرش. هتبدأ المنصة تعمل لودينج للديلز. طبعا بدنا نعرفوا هذه ديلز لحظيه ممكن تتغير بنفس الوقت، ممكن تزيد، ممكن تقل، لانه هو هلا انستنتلي بيطلع لك افضل الديلز. فانا اول شيء بعمله بعمل بيرسنت سيفنج، رتب لي اياها حسب افضل بيرسنت سيفنج. طيب خلينا ناخذ مثال، نروح مثلا على الجاردن سويتس، شايفين هون الخصم عليه، بعمل كليك عليه. طبعا شوفوا السعر رجع زي ما هو، بيستنى بيعمل لسه لودينج. لودينج اول ما اعمل لودينج للديل اعطاني الديسكاونت برايس. بقول له تشوز روم، راح اختار الكينج بيد سويت، 1 كينج بيد سويت، اوكي هعمل بوك ناو. واروح للسعر النهائي تبعه اللي هو شامل كل الضرائب والفيز لليلتين $485. هاخذ نفس الاوتيل هاد زي ما انتم شايفين، ونروح على احدى منصات الاوتيلات الشهيره اللي المعظم بتعامل معها اللي هي booking.com، وراح احط هنا نفس الاوتيل نفسه 25 نوفمبر ل 27 تو ادلتس وان روم، واقول له سيرش. وحاجه هختار سيلكت روم، هذا نفس الاوتيل بنفس التاريخ على booking.com لايف الان قدامكم. اختار الغرفه واختار الغرفه اللي هي جونيور، هو نفس الشيء وان كينج بيد، وهذا مع انه كاتيجوري اقل، بس انا اختار اقل شيء موجود في بوكينج واللي هو من غير بريكفاست ولا شيء نون ريفاندبل، غرفه ال ريزيرف. انا بدي احجز. ونروح هلا على السعر النهائي، نطلع على السعر النهائي. انا عندي هون $94.5 تاكس، $87 ريزورت فيز، و$11. فلو جمعناهم كلهم مع بعض عندي انا 562.8 زائد 94.52 زائد 87 زائد $11، فبيكون التوتال برايس اللي عندي انا هون $746.32. طب انا كم عندي السعر هون؟ $485. ناقص $485 انا هون موفر بليلتين $261، لانه هذا شامل كل الضرائب والفيز. طيب ناخذ مثال ثاني، وهذا طبعا مقارنه هي السعر عندك هون 764 الفاينل بعد ما تجمع كل هذول عليه اديشنال تشارجز، وهون السعر النهائي مع كل التاكسز والفيز، فانا موفر هون فقط بليلتين $261. ناخذ مثال ثاني، نرجع نسكر هاد ونرجع للفي اي بي لونج، نروح على اوتيل ثاني مثلا، نروح على
ويدني جاردنز مثلا شاينا تاون، نعمل كليك. طبعا الديل ممكن وانت هون يروح الديل، ما يكون في ديل في اللودينج، في لودينج. اول ما اعمل لودينج السعر اتغير، باجي هون بوك ناو عشان اشوف السعر النهائي شامل كل الضرائب والفيز 174.36. باخذ نفس الاوتيل هاد وبروح على booking.com، بحط هذا الاوتيل نفسه booking.com، نفس الاوتيل نفس التواريخ نفس الروم كاتيجوري، وبعمل سيرش. هيجي بيعطيني السعر هون، بقول له select room، اختار الغرفة. طبعا بقارن ابل تو ابل، اختار نفس الغرفة اقل شيء من غير breakfast، without breakfast. اوكي طبعا هي البريكفاست بتدفع لي $20، هي without breakfast، مع انه في الفي اي بي لاونج معظم الاوتيلات تيجي مع بريكفاست، لكن احنا حنقارن من غير بريكفاست برضو. اهو هختار one room are reserve اللي هي without breakfast. شوف السعر النهائي 226 زائد عندي انا 40.7 تقريبا $266 او $267. انا كم عندي السعر هون؟ $174. هناك كم السعر؟ السعر النهائي في booking.com 226 زائد 40 $266 مقابل $174. انا موفر هون كمان تقريبا $100 بحجز ليلتين. هذا في نيويورك. ناخذ مثال ثالث برضو. اوكي ناخذ مثال على مثلا هاي ديليان هوتيل. قدم شوي ناخذ دول ثانيه. بالطريقه حختار اقل شيء واقل شيء اللي من غير بريكفاست من غير اي شيء، اقل سعر اقل غرفه اللي من غير بريكفاست ستاندرد. دائما باخذ اول كاتيجوري. طبعا في عندي كل الكاتيجوري الثانيه. هاي عندي السعر النهائي مع التاكسز وكل شيء. مثال مثلا بلاش هيلتون، نروح على كاتيجوري ثاني مثلا نوفوتيل. هاي نوفوتيل سويتس سيرج في ميامي. نغير نعمل نفس الطريقه، نختار توفير يعمل لي سورتينج للديل سورتينج. اعمل هون بيرسنت سيفينج مثلا، هختار هون سوفيتيل جوميرا بيتش. اجين هستنى الديل بيلود. لودينج سيفينج لودينج سيفينج، عامل لي لودينج للسيفينج. طيب شوز روم هنا في دبي، دبي سوفيتيل جوميرا بيتش. اختار الغرفه سوفيتيل دبي جوميرا بيتش. هاي السعر النهائي شامل كل الضرائب وكل شيء $242. هاخذ نفس الاوتيل هات طبعا للليلتين، هروح على بوكينج احطه هون. واول ما بتحط الاوتيل على طول بيطلع لك دروب منيو نفس التاريخ نفس الروم كاتيجوري نفس كل شيء. سيرش عم بعمل سيرشنج هلا، بيجيني الديل بعمل سيلكت روم، بنزل هون بختار اقل غرفه اللي هي برضو من غير بريكفاست من غير اي شيء، وبعمل all search عشان اخذ اقل سعر موجود في بوكينج وقارنه بافضل سعر عندنا. طبعا هاي هون عندي البرايس، لو بتجمعه هون لسه في عندك الفي اي تي منسيبلتي، فتعال جمعها مع بعض. عندي $11 توريزم فيز، $19 منسيبلتي فيز، هاي $30 و27 57 و15 $72. $72 زائد 266 يعني عندي 266 زائد 72 انا بتكلم $338. كم السعر عندي هون انا؟ $242 ناقص 300 242 ناقص. انا موفر هون $96 في 2 نايتس. يلا ناخذ مثال ثاني برضه في دبي، نرجع للمنيو اللي عندنا، ناخذ مثلا مثال whatever سويس الغورير دبي، ناخذ اوتيلات ارخص شوي. هي $73. اول ما اعمل لود للديل تغير السعر، choose room book now، اعطاني السعر النهائي شامل الضرائب وكل شيء $139. هاخذ نفس الاوتيل كوبي، اروح على بوكينج هي booking.com لايف لايف قدامكم، بعمل كل شيء لايف. نفس التاريخ 25 ل 27 سيرش 2 نايتس سويس الغورير 2 نايتس، نفس تاريخ التشيك ان نفس تاريخ كل شيء. برضو هختار الغرفة، هختار أقل غرفة في booking.com، هنزل على أقل غرفة اللي هي without نشوف نقرب أي breakfast ب $30 زين دي without breakfast. أوكي هختار هاي الغرفة اللي هي نفس الشيء classic twin room all reserve، بروح بشوف السعر النهائي اللي بيعطيني إياه. هاي السعر نجمع طبعا التاكسز والفيز اللي عندي هون، نجمع التوتال عندي 9 زائد
13 زائد 11 زائد 7 زائد السعر الأساسي 131، بيكون التوتال عندي 171 دولار. قديش السعر عندي أنا هون؟ 139 دولار. فهي توفير عشان قدنا أوصل لتركيا برضو، هاي أبو ظبي، بعطي أمثلة تقريبا على معظم الدول دي. هنا بانكوك برضو، بانكوك نفس الشيء. هنا عندي بانكوك، بانكوك برضو أمثلة على بانكوك، أبو ظبي، دبي، بانكوك، ميامي، نيويورك، هاي أمثلة. هون كوالالمبور في ماليزيا برضو نفس الشيء. هلأ هون هنيجي نوفوتيل، لندن، باريس، نوفوتيل باريس، هون تقريبا حيجي على اسطنبول. فما فيش فيها، ما فيها بريكفاست. على ريزيرف. طيب الفاينل برايس عندي لسه، في عندي في عندي سيتي تاكس 14 دولار. اوكي 14 دولار و508، انا بتكلم على 522 دولار. كم السعر النهائي عندي هون؟ 381 دولار، تقريبا 140 دولار توفير. فأظن هلا عملت لكم مثال حي، بتشوفوا كيف هذه احدى خدمات اللي موجوده عند الفي اي بي اللي تحجز الاوتيل. خدمه من خدمات عضويه الفي اي بي. يعني انا بس حبيت اعطيكم بس مثال صغير، انتوا هلا فيكم تشوفوا الفيديو هذا براحتكم وتشوفوا كل الامثله. بكون انا برضه متاكد حطيت برضه امثله على اسطنبول، بتكون راحت بالنص. anyway هلا اللي انا عم بقوله، هذه مثلا خدمه من خدمات الفي اي بي. اول شيء انا عندي ضعفين لثلاث اضعاف الكاش باك، انا عندي توفير على الاوتيلات زي ما شفتوا بليلتين، ممكن انا اوفر 200 دولار و300 دولار و80 دولار. فانا لو استخدمت الحجز هذا مرتين بالسنه رجعت اربع اضعاف قيمه الفي اي بي. لو استخدمته لاصحابي اعطيتهم اقل سعر، ده غير الكاش باك، 6% كاش باك على السعر المتوفر. زائد طبعا للتريب اكس او، التريب اكس او اللي هو محرك البحث اللي بيعطيه خصومات 25% على 35,000 وجهه سياحيه في العالم، اللي هي ليجو بارك وديزني لاند وهذه الامور كلها. فانا اليوم بتكلم على الخدمات اللي انا بقدمها. هلا لازم اصف الشيء باللي فيه مش بما ليس فيه. هلا دوبلي بتعطيني، انا بقولش اصلا فكره الخصم ضد مبدا دوبلي، مش ضد مبدا دوبلي، يعني دوبلي تطورت على موضوع الخصم، لانه موضوع الخصم الناس بطلت تصدق. فعشان هيك دوبلي بتقول لك انت بتروح على المتجر الاساسي حتاخذ السعر اللي انت بشيء افضل سعر موجود من المتجر الام، والسعر اللي انت حتدفعه حتاخذ عليه كاش باك. طب لو انت في اي بي حتاخذ ضعف لثلاث اضعاف الكاش باك، زائد عندك محرك بحث بيعطيك خصومات على الاوتيلات 20 و30 و40 و50 و60%، زائد عندك التريب اكس او، زائد طبعا عندك الجوائز الشهريه المجانيه والصعوبات المجانيه. طيب انا اليوم معلش بفكر في منطقيه لمده دقيقه. اليوم انا لما يكون في عندي محرك بحث قيمته 49 دولار، خدمه من اربع خدمات بقدمها الفي اي بي، بينافس سعره اكبر شركات في العالم، اقول لك مش 80 20% من الاوقات، 30% من الاوقات. طب ما هذا في حد ذاته الفاليو تبعه. ما في ناس اللي عنده خبره بشركات السياحه والسفر بيدفعوا على الاقل 20,000 دولار عشان يقدر ياخذ ترخيص شركه سياحه وسفر، ويقدر ياخذ كوربريت اكاونت مع الاياتا، ليقدر ياخذ كوربريت ديلز، بيقدر ياخذ هاي الاسعار اللي احنا بنقدمها. فيعني اليوم انا عشان اقدر افهم انا شو بقدم او شو ببيع، انا اي نيد تو اندرستاند ذا فاليو، شو الفاليو اللي عندي. فاليوم لو انا فعلا اللي انا وصل لي او اللي انا فهمته انه انا بقدم خصم 30% على الطيران، ما هو يعني هذا الكلام منطقيا صعب يتحقق، لانه اصلا البروفيت مارجن تبع الطيران قليل. انت اليوم لما بتروح على الطيران، انا اليوم بروح على 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 متجر دوبلي وانا في تركيا مثلا، انا حط على تركيا، هو لو رحت دوبلي.com تركي، هيفتح لي هلا التركيش مول، وهروح هون بدي اختار بالكاتيجوري اير فلايت، اير فير اند فلايتس.
أنا في عندي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ايجنت بيبيعوا تيكتات طيران. أنا لما بشتري بروح على المواقع الأساسية تبعتهم ومذكور تحت كل واحد إيش هي نسبة الكاش باك أو الديسكاونت. يعني أنا مثلا let's say cheap on air حط لي up to $20, مثلا Air Siberia حط لي 1.6% كاش باك, Travelation, Smart Fare, قطر, Last Minute Travel 3.2. لما بضغط على Last Minute Travel مثلا بيفتح لي Drop Menu, هذا الدروب منيو بقول لي 1.6% سايت وايد, 3.2% لو انا في اي بي اهو. فده الخصم, ما هو السرداد النقدي الكاش باك اللي حيرجع لي من قيمه التذكره. طب ما هي قيمه التذكره من ايه؟ من الموقع الاساسي نفسه. طبعا لو عملت لوجن حيوديني على المول الاماراتي, بس تدعم الجود ستور حيوديك على الايجنت لاست مينت نفسه. السعر اللي بيعرض لاست مينت مش دوبلي, مش دوبلي اللي بتعرض, دول ايجنتس وكالات اسفار, كل واحد بعد السعر اللي هو عايزه. زي ما انا اليوم بدخل على محل عايز اشتري مثلا الايربودز دي, واحد بيقول لي ب $100, الثاني $98, الثاني بيقول لي $110, ديفرنت ايجنتس. انا دول بيقول لك هدول ايجنتس وفيك تعمل عليهم شيرز في العالم معروفين, وبعمل اصلا بزنس بمليونز اوف دولارز والناس تشتري منهم كده كده. انا اللي بودي لك اني انا حاعطي لك كاش باك او خصم لانك مات عن طريق دوبلي حسب ما هو مذكور. مش انا بقول لك ادي لك خصم 30%. هلا الميزه الاضافيه اللي هو الاكسترا اوبشن ايش هو؟ انه انا اللي هي الكوبونز. انت اليوم تحت كل متجر راح تلاقي فيه مثلا مكتوب اللي عليه مكتوب ارقام. اوريكم ازاي مستر خالد. سؤال في النقطه دي, ليه صديق في السعوديه كان واخد مني في اي بي من اول ما بدات, هو طبعا مدرس شغال في السعودية بيسافر مصر كل سنة بيقضي الأجازة في مصر يعني, وهو شاطر في موضوع مدرس إنجليش يعني, وشاطر في موضوع السيرش وعارف بيحجز إزاي كل سنة وكده يعني. فكذا مرة يحاول أنه يحجز من خلال دوبلي ويقول لي مثلا بلاقي فلاي سكان وأحسب الكاش باك اللي هيجي لي من خلال دوبلي وكده, ألاقي أني فلاي سكان أرخص برضه. وهو ناس زميله, انا حد من زميله سافر امريكا برضو من السعوديه نفس الكلام. فالنقطه دي حاسس ان هي ما فيش فيها يعني ايه, بالنسبه للطيران الفنادق ممكن, لكن بالنسبه للطيران بالذات حاسس ان في ما فيش فيها منافسه قوي بالنسبه لدوبلي. هل انا كده صح ولا اقول لك لا يعني صح ومش صح؟ كيف صح؟ اجين ما فيش حاجه اسمه من خلال دوبلي, دي مش اسعار دوبلي. طيب الاكونت بتاعه قصدي, انا عارف ان هي مش بالاكونت بتاعه قصدي من في اي بي كمان يعني, مش قصدي من خلال دوبلي, قصدي مش سعر دوبلي. انا عارف انه مش سعر دوبلي, لكن اقصد اقول ان هو بيدخل بالاكونت بتاعه كفي اي بي بيلاقي فلاي سكام بره دوبلي يعني, حتى بيخصم الكاش باك برضه, يقول له حسبت الكاش باك اللي هيديهولي برضه طلع الثانيه ارخص يعني. معلش اسعار حبيبي, هذه يعني مقارنه مش دقيقه. انا بدي معايير المقارنه, انه بقارن ايش بايش. انا مثلا بالسعوديه, هاي السعوديه ماشي, انا هيني هنا حروح على ماشي بحول الانجليزي لانه اسهل. هذا مثلا مول السعوديه, انا حروح في مول السعوديه حروح برضو تاني على الطيران اهو, حفتح الكاتيجوريز وانا خليه بس يلود اير فير. هاي الايجنتس الموجودين في السعوديه في مول السعوديه اللي هي طيران الاتحاد, برايس لاين, تشيب اون اير, اير مالطا, اي اس, جلوبال هانترز, لاست مينيت ترافل, وان ترافل, فولينج, كل واحد ده ايجنت وكلاء, كل واحد عنده سعره. يعني انت كل وكيل مشتري تيكتس بكوانتيتي معين بظروف معين. انت عارف انه ما في ولا حد راكب بنفس الطيارة. انت اليوم مسافر اي مكان بالعالم اتحدث, اكيد 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 الاسعار مختلفة, كل واحد حاجز بسعر مختلف. يعني محدش حاجز بنفس السعر, صحيح. يعني حرام على بلابلة الدوحي, حرام على الطير من كل نوعي. يا جماعة احنا ما نفهم المين كونسبت. المين كونسبت الشركة بتقول لك دي متاجر عالمية كده كده عليها ترافيك بالملايين. انا اللي عملت لك اياه, انا اللي عملت لك اياه اني انا عملت تعاقد مع المتاجر دي انه على ارخص سعر بتقدمه للكلاينتس تبعها في العالم انت كده كده هتاخده,
وانا هدي لك عليه النسبه المذكوره مسبقا من الاستداد النقدي. وهل الاستداد نقدي مجدي ولا لا؟ يعني انا يعني انت اكيد شايف اكاونت، هفرجيكم مثال مثلا اهو ماي كاش باك اوفر فيو، ده بالنسبه لي مثلا $4,671 دي مشتريات مش ارباح اهو، دي مشتريات العاديه، حياتي العاديه اللي بعيشها انا وعائلتي، ماي نورمال ديلي بيرتشيزز، مفيش اي حاجه زياده، عارف يعني. فاحنا اهم شيء الكونسبت يكون واضح، انا ايش اللي بقدمه؟ انا مش بقدم خصومات، في بعض الاوقات بقدم خصومات، ازاي؟ اهو كوبونز، دي خصومات كوبونز، الحاجات اللي عليها خصومات دايركت او اوفرات دايركت اهي مذكوره هنا، ده بقى زياده على الكاش باك، ده هو الايربودز اللي مع الموبايل، انا واخد الموبايل اللي هو خدمه الكاش باك، مرات بيكون في ايربودز، مرات ما بيكونش في ايربودز، زي مثلا دي المحلات مقدمه عندي خصومات 20% اوف سايد وايد، يوز الكود ده سي اي اي، شو يعني؟ معناه انا رحت على اتش ان ام دلوقتي، فين راح اتش ان ام؟ دي كلها المحلات اللي متقدم هلا، طلع معي اتش ان ام، فين راح؟ فاشن، هيعطيني هون كل الكوبونات الموجوده 15% اوف مثلا، يوزر كود مش عارف ايه، ده بيقول لك اب تو كذا كذا اوف، يوزر كود مش عارف، يعني ايه معنى؟ خد الكود ده وروح تسوق بيه على الموقع 10% اوف اوفر $99، خد الكود ده وانت كده كده اصلا عندك الكاش باك. ايه لا اهو لو رحت على شوب ناو، انا كده كده الكاش باك عندي 7.5% كاش باك، حاجه هشتريها هستخدم الكود هيديني 16% خصم، وعلى اللاست فاليو انا هاخد 7.5% كاش باك، بس الاساس بتاعي هو الكاش باك مش الخصم، الخصم هو الايربود اللي بتقدم مع الموبايل، احنا بنقول this is an added value، بس الفاليو تبعنا واللي هو انجح ديسكاونت فاليو في العالم هلا ماشي هو الكاش باك، عشان هيك كل بنوك العالم هلا كريدت كارد كاش باك هو الترند، موضوع الخصم او الديسكاونت الناس بطلت تؤمن فيه او الناس بطلت تصدق فيه، بقول لك ده سعره مثلا $1,000 انا حامله سعره ب $2,000 وعامل لك خصم عليه 40%، 40% يبقى صحيح يبقى 1300 مثلا. طيب وصلت النقطة دي يا رئيس مستر خالد، وصلت النقطة ديت وفهمناها أعتقد يعني، والسادة الأفاضل فهموها أن الكونسبت بتاع دوبلي هو الكاش باك، السيرفيس اللي بتقدمها دوبلي الكور بتاعها هو الكاش باك. بالنسبة هو حاجتين يا عصام، هو الكاش زائد عضوية الفي آي بي، أنا عضويتي أنا بهم واخد بالي، تمام مفهومة، عارف إنه هل عضوية الفي آي بي لها القيمة اللي أنا بتكلم عنها ولا القيمة إزاي؟ الشخص بيدفع $49 مقابل ايه؟ مقابل الاربع خمس مزايا دول، مفهوم والمزايا دول انا حسبتهم بالورقه والقلم حجز واحد في السنه كلها صحيح، او لحد من اصحابي او لاهلي رجعت ضعف المبلغ، لو عملت مرتين مشتريات في السنه رجعت ربع يعني باسوء الحالات انا بقدر ارجع ضعف العضويه دي. تمام الفاليو اللي بعديها بقى انا بخش كتيم ممبر وبشتري 12 عضويه، انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بقيت ايجنت وكيل يعني الشركه، انا بروح لماكدونالدز، انا لما بدفع لماكدونالدز كل سنه $1,000,000 مقابل ايه؟ باخد فيها بديني الاسم فقط، بديني الاسم بس، بديني الاسم، بديني السيستم، وبديني الاحقيه اني انا اسوق منتجاته اللي لسه هشتريها منه، انا باخد الماتيريالز منه، باخد الفرانشايز منه، باخد كل حاجه منه. وفي كل تعاقدات البزنس بالعالم انت عشان تكون ديستريبيوتر لاي شركه ما، عشان تكون موزع رسمي في منطقه، الشركه بتشترط عليك كميه شراء شهريه او سنويه، انت عشان تكون ديستريبيوتر لاي تستخدم السيستم بتاعي وتشير لي بروفيت، انك لا انت بنيت الشركه ولا انت عملت بلاتفورم
ولا دفعت ملايين انفستمنت ولا حطيت الموظفين ولا عملت اي شيء. صحيح. بدك تشاركني بالارباح ومش عايز تدفع اي حاجه، انت بس عايز تسوق. طيب عشان انا ادي لك الخدمه دي انت مطلوب منك كل شهر تشتري المنتجات بتاعتي مثلا كل شهر او 1000 منتج بالسنه. الشركه هنا قالت لك انا مش عايزه منك تعمل كده كل شهر ولا كل سنه، انا هدي لك اكبر كاش باك بول في العالم والوحيد از جلوبال كاش باك بول في العالم مع السيستم بتاعي مع الاكاديميه بتاعتي، بس بمجرد ما انك تشتري يعني لو نيجي نقسم التيم ممبر $594 حتى دي لازم تفهمها كويس، لان ده اساس البيزنس بتاعنا. متقسمه ازاي؟ $99 اللي هو لايسنس بتاعك تمام، الفرنشا المليون دولار تدفع على ماكدونالدز هنا $99 بس. لاحظ ال $99 دي ايه شامله؟ ايه شامله؟ الفرنشايز بتاعك الافليت، لان انت عندك دلوقتي مول باللينك بتاعك، ده شركة دفعت ملايين عشان تعمل هذا الكيان، انت ب $99 تاخد مول لك وبتسوقه ولك نسبه من الارباح. طب هل انت دفعت راس مال مع الشركه؟ هل انت حطيت موظفين؟ هل انت عملت الليجل فيز؟ هل انت عملت التعاقد؟ ما عملتش اي شيء. طب وال $99 هذه شامله شو كمان؟ شامله رقم 2 بيج ال اكاديمي ليدرشيب تريننج، 4 تدريبات في القيادة في بيك الأكاديمي، من أكبر مدارس التنمية البشرية في بناء مهارات القيادة في العالم. بيك آل، لو أنت اليوم أخذت هاي الدورات نفسها واشتريتها من بيك آل أكاديمي هتكلفك $500، دي شاملة بـ $99. غير طبعا الفول تراكينج سيستم الباك أوفيس بتاعك اللي بيتراك مبيعاتك، ما هو ده ببلاش. طب ما روح جرب وأعمله، هتدفع لي آلاف مؤلفة بالدولارات عشان تعمل نفس التراكنج سيستم. ده كله شامل ب $99 زائد شرط واحد، مش كل شهر تشتري المنتج بتاعي بس هو الفي اي بي $49. انا مش طالب منك كل شهر تشتري 1000 في اي بي، انا طالب منك مره واحده بالحياه تشتري 12 في اي بي سعرهم $600، انت تشتريهم $495 بتخفيض 20% كانك اشتريت بالجمله. لو انت بي بي اي تشتري بتخفيض اكتر واكتر. فدي اسهل شروط ديستريبيوشن شيب موجوده بالعالم. فده هو التيم ممبر. فانا ما اقولش انا مثلا دفعت $600 واجاني كاش باك مثلا $100 الفا، لا ما هو انا ما ينفعش اقول انه انا مثلا انا عايز ادفع $10,000 عشان اسافر واصلي العصر. فمثلا واحد رايح على مكه يعمل عمره جاي من بلاد بعيده هتكلفه مثلا 5,000 دولار 10,000 دولار، ولك انت مش رايح، انت بتدفع 10,000 دولار عشان تروح تصلي العصر، انت بتدفع 10,000 دولار عشان تروح تزور بيت رب العالمين تعمل مناسك العمره. فيعني المقارنه تبعتنا لازم تكون منطقيه لوجيكال، لان هنتكلم في بزنس، هنتكلم معكم جماعه ليفل انه احنا وي ار بلاننج تو بيلد ان امباير، فلازم يكون مفهوم تبعنا بهذا المستوى. فاليوم انا اذا انا بدي اقارن قديش وفرت وشو الكاش باك، اتكلم على $49. انت لما دفعت $600 انت ما قررتش تدخل عشان توفر، انت قررت لتكون وكيل او موزع للكاش باك مول الوحيد في العالم الجلوبال واكبر كاش باك بورتل. طب ايه البرودكت اللي انت بتبيعه اللي هو الفي اي بي $49 اللي انا عندي اكثر من 30 فيديو على القناه تبعتي. انا لانه انا تخصصي يا جماعه مهندس، انا انسان ما بفهم بالايموشنز ولا بالعواطف، انا انسان بفهم بالارقام والتحاليل والمقارنات المنطقيه العقلانيه فقط، ابل تو ابل. فعندي كثير فيديوهات بتثبت هذا الكلام كله، سواء كان ككاش باك، سواء كان كتريب اكس او خصومات على سفاري، على مش يعني في حد فيكم جرب تريب اكس او في تركيا؟ انت فاكر لما كنت قاعد معايا عصام في 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 اخر مره بالاوتيل؟ ايوه لكم تريب اكس او وطلعنا العروض السياحه تبعت اللي موجوده جوا تركيا والرحله. انا سؤال في تريب اكس او يا استاذ خالد، تريب اكس او بيفرق عن عن الـ عن الهوتلز؟ هو مزاراته اي نوع غير هوتلز؟ طبعا ملوش علاقه بالهوتلز هو، صح؟ تريب اكس او ملوش علاقه. تريب اكس او حاجه اسمها جيت اويز، يعني رحله سفاري، كروز، زياره متاحف، عشاء ليلي، دخول حدائق زي
ليجو بارك، ديزني لاند، برج خليفة، الفريم، والجيت اويز اللي هي الخروجات والسفرات والطلعات والحدائق والمتاحف العالمية. ده بيتقسم 25% ل 50% على 35 ألف وجهة سياحية في العالم. ده 10 دولار اكسترا بير يير. طيب انا بختار الوجه في الحاله دي، انا بختار المزار اللي انا عاوزه طبعا. بس كده تمام. مثلا لو اعطيتك مثلا مثال على السريع هون برضو عشان تكونوا عارفين، خلينا اعملكم شير السكرين. اوكي نرجع على دوبلي. على الـ VIP Rewards أوكي ده زي ما احنا شايفين ثلاث أضعاف لا وحتى وأربع أضعاف الكاش باك. محرك الحجز تبع الأوتيلات ورجتكم أمثلة عليه لايف. السحوبات الشهرية المجانية زائد التريب إكس أو. لو رحت على بوك ناو احجز الآن اوكي. هلا انا اوريدي انا عندي الفي اي تي ممبرشيب تبعتي، انا اي بوت ذس اكسترا في اي تي ممبرشيب. انا هلا رحت على ماي اكاونت عايز اشوف بقى مثلا اسطنبول دي اوردرز انا عاملها مثلا هون ده كان في اي تي ممبرشيب في اي تي ممبرشيب فين تاعت برج خليفه. انا بخلي اعملكم مثال قدامكم حي. مثلا لو قلت له انا اسطنبول انا اليوم عايز اسافر على انا انسان اول مره بحياتي اروح على اسطنبول. شوف كم حتى باسطنبول اجينا تركي ازمير اسطنبول مش عارف ايه اختار ايه بقى من دول ايش سايد اسطنبول يوروبيان سايد اسطنبول يوروبيان سايد هات يوروبيان سايد كده ده اللي احنا فيه يوروبيان سايد. ايوه اعمل لي سيرش هو كده بيجيب المزارات اللي موجودة في اليوروبيان سايت كلها. وبيعطيني اياها بسعر العملة تبعتي. هذه كلها اشياء بقدر اعملها باليوروبيان سايت. فول داي سنوركلينج رنت باكج. تريب اكس او هي عبارة برضو عن شركة سياحة وسفر دي واخدة. لو تروح ثواني لو نزلنا تحت خالص كده هنشوف التروفيز اللي واخدة أحسن شركة سياحة وسفر لمدة 4 سنوات على التوالي في آسيا. هاي دي التروفيز اللي مخدها ساتا أوردز، وورلد ترافل أورد 2019، وورلد ترافل أورد 2017، وورلد ترافل أورد 2018 IMP. دي كلها أوردز واخدها تريب إكس أو. الأسعار دي بتشوفها المشطوبة لسه بيعمل لودينج معلش لو يكون عامل شير سكرين اوكي. شايف الاسعار دي الاسعار الموجوده لو انت دخلت على تريب اكس او من غير دوبلي. ايوه دي الاسعار بتاعت دوبلي كاستمرز. هاي دي كلها حاجات موجوده في تركيا اليوروبيان سايد. لو لاحظنا فوق كم سيرش ريزلت اداني مش مكتوب انزل تحت بس لو عدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 ممكن تشوفوا شغلات. هاي أكوا جايد فيزيت أوف ذا لوفر ميوزيوم ب 22 درهم، كروز أون ذا فالنتينا ريفر وذ كوفي أند كيك 23 درهم يعني 6 دولار ولا 7 دولار، ديسكفر ذا أولد سيتي أوف إسطنبول فول داي سنوركلينج، سكيب ذا ساوند أوف ميوزيك ميوزيوم تور تيكت، فول داي بيست أوف بالي سايت سينج تريب وذ بوفيت لانش مع غدا. تريب 24 درهم 7 دولار لانش غدا وتريب فول داي سنوركلينج سكيب كذا فول داي سي فيلي سايت سينج باس تور هوب اون هوب اوف 26 درهم تور كذا. هو تقريبا في 10 دولار خصم على كل الحاجات تقريبا كده من 10 درهم قصدي 10 درهم خصم على ال مثلا هنا عندك ولا كل حاجه في اكتر من كده صحيح اتكلم على 25%. طيب وصلت الفكره دي يا استاذ خالد. لو نشوف بقى النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها الاساتذه عشان وقت حضرتك وقتهم هم كمان. طيب هلا هاد بالنسبه للتريب اكس او.
طيب فأنا اليوم أوكي، فأنا اليوم بكل بساطة يا جماعة أنا هذا هو المنتج تبعي اللي هو الفي آي بي، فأنا بدخل تيم ممبر أنا بأخذ هاي الوكالة هاي الشركة. طيب الآن نيجي نتكلم على موضوع الشغلات أو التحديات اللي بتواجه الناس في تركيا. هذا الكلام أنا قلته لعصام أول ما أجيت على تركيا، قلت له والكل بيعرف أنا لما بدأت في الوطن العربي ب 14/11/2014 أنا ما كان عندي يعني 10% من التسوق أونلاين الموجود في تركيا في هذاك التاريخ، وما كان عندنا ولا ميرشنت. الشباب اللي بدأوا بمصر ما كان عندهم ولا ميرشنت، الشباب اللي بدأوا بالجزائر ما كان عندهم ولا ميرشنت، الشباب اللي بدأوا بتونس ما كان عندهم ولا ميرشنت. طيب حتقول لي طب ما هو الناس حت يعني تشتغل على شو؟ أنا هون بس عايز أفرجيكم شغلات برضو اللي الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا اليوم لو رحت على الجوجل، هروح على الجوجل، لو حطيت تركي جلوبال أونلاين شوبينج سبندينج فاليو، مش لوكال، جلوبال، تعرفين شو كاتب؟ تركي جلوبال أونلاين شوبينج سبندينج فاليو، مش الأونلاين سبندينج جوا تركيا، أنا بحكي الانترناشنال اللي هو الشراءات اللي برا تركيا. 2019 كان 10.76 بليون دولار يورو ولا دولار؟ يورو يورو يعني تقريبا 12 مليار دولار، ده الجلوبال مش اللوكال. طبعا فيكم تفوتوا على الستاتستكس هاي وتفصصوها واحده واحده، كاتب لك الجلوزنج الهدوم داخلي كام ودولي كام، السفر داخلي كام ودولي كام. فيعني أنا متفق معاكم مليار بالمية إن وجود ميرشنت حيسرع العملية أكيد، ده ما فيش أي خلاف، ما فيش أي إنسان عاقل في الدنيا بيختلف على الكلام ده، وده الكلام اللي قلته لعصام اللي قلته لكل واحد لما بس العصام تقوله. أنا اليوم لما جاي على تركيا أنا جاي أدور على فاوندرز مش فاوندرز. في ناس كده كده they are more than welcome، أهلا وسهلا فيهم، يستنونا لما نوصل للتارجت ونعمل اللوكال مول and then they can join. بس إحنا هلأ والاستراتيجية تبعت الشركة من أول يوم بدأت في حياتها، أي دولة أنت اليوم عشان أنا أقدر أدخل ميرشت فاكن أدخل ميرشت في تركيا الشركة تبعت تعاقدات معاه، لا مش كده، هو لازم يفتح مقر رسمي في تركيا، يخضع للقوانين، يخضع للتشيكات، في محامين حيروحوا، في 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 ليجل فيرم، حساب بنك حيتفتح، بعد ما ينعمل لوكال ثم بدا يعمل تعاقدات مع اللوكال ميرشنتس. فانا بحكي بانفستمنت من 60 ل 100 الف دولار. هلا سام فيو از نوت ريلي يعني فاكر الموضوع هذا او واخده، عشان هيك اليوم الشركه التوجه تبعها زي اي شركه في العالم. انا اليوم لما بدي ابدا اعمل فاليو الشركه حاطه تارجت انا اوصل من الانفستمنت هذه ل 30% مش 100%، انا مستعد ادفع من جيبي، ما عنديش اي مشكله، اي بزنس في الدنيا الشركه تدفع من جيبها. دوبلي لما بدات انفست كل حاجه من جيبها قبل ما يكون عندها كاستمر واحد، بس انا عشان احس انه انا في عندي بيبل سيريس انف سيريس انف اوكي اني انا اروح واعمل انفستمنت هاي على وقت وتايم ومجهود وفلوس، انا محتاجه اشوف على الاقل 30% من الفوليوم. وهذا الكلام يطلع عصام، يا إما 500 VIP يا إما 300 BA عشان الشركة تفتح local office. طب ما هدول 300 BA حيخلص الشركة بذلك 30,000 دولار، أقل من شو 30,000 دولار، تحت 300 في 18,000 دولار، و70% منهم رائع عمولات، 80% رائع عمولات، هدخل الشركة بأربع 5,000 دولار، هل هو الانفستمنت ده المحتاجها تفتح بتركيا؟ لا، بس هي عشان تحس انه في ناس serious enough. فاليوم الموضوع هذا لو انه ما حصلش قبل كده 20 مرة انا متفق معاكم انه مستحيل يحصل، لكن ده حصل بالامارات وحصل بالبحرين وحصل بالسعودية حصل بمصر حصل بالجزائر وبتونس وبكل الدول بدينا فيها. We never make plans before shaking hands.
طيب هتقولي طب ما هم الناس كده في عندي انا 12 مليار دولار سنويا بتصرف على التسوق عن طريق الانترنت بالمحلات الدوليه مش الداخليه في تركيا، وانا بدي للناس يا اما في اي بي حجز واحد في السنه برجع له ضعف سعره زائد ضعف الكاش باك، والشخص اللي عايز يخش معايا كفاوندر يبني الفيجن ويكون من الفاوندرز تاع البزنس هذا في تركيا هيشتغل معايا نفس الفيجن. جيمرون شو بيقول؟ We are looking for the lookers. نحن نبحث عن الباحثين. أما الملتحقين جايينهم وقتهم. اللي هم عشرات الآلاف من الناس اللي حينضموا بعد ما المول ينعمل وبعد ما كل شيء ينعمل. يس مليون بالمية حيكون موجود. فهو هذا السؤال أو هذا الشيء اللي سؤال لكل واحد للسادة الأفاضل الموجود عندنا هون. إحنا اليوم نتكلم على سوق تركي وانا يعني حتى يعني مش لا اخفي عليكم يعني هذا برضو حوريكم some of the documents كنت بشتغل عليها انا ومستر مايكل حتى من اسمها حتشوفوا اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله step plan for Dubli network ده البلانز اللي كنت انا بعملهم انا ومستر مايكل هاي من أسامي الدول فو we need the فوري integration كنا حط البلانس فهي تركي هاي من step plan it's a huge expanding market that we have good number of BAs there that we can easily start pushing them to work and also get new leaders once we are legal and there are and there and we solve the cashback payment challenges عايز أسألك يا عصام الباي بال عندكم في تركيا اتحل؟ لا لسه مشكلة قائمة وده كان سؤال من ضمن الأسئلة اللي الناس برضو بتتشكك فيها بس احنا ما اهتمناش بيه لأن لسه ما فيش ناس عمل الكاش باك عشان تحوله يعني اوكي هلا في تركيا حل الموضوع هذا تعرف ليش؟ لأن الباي بال الآن بتعامل مع البيتكوين فالناس بكل بساطة فيها تحول الكاش باك تبع إذا ما لأنه أنا لما برضه لما عملت سيرش اخر مره على البنوك التركيه طب اللي ما عندوش بيتكوين في ناس ما تعرفش بيتكوين وما لهمش في الديجيتال كوينز خالص ما لا لا انا عمري ما اتعامل مع ده بس ما انت الديجيتال كوين نفس الوقت حولها دولار لا مش اي ديجيتال بس البيتكوين فاهم الشركه بس البي باي بس انا مع البيتكوين مش اي ديجيتال كرنسي تركي تركي باي بال ايش تبطي اللي في الاول دي خال PayPal in Turkey effective from June 2016 our customers in Turkey will no longer be able to send funds with PayPal. هو لسه ما اشتغلش هنا لسه ما اشتغلش هو المشكله ما زالت قائمه انا كان لي اكونت على الباي بال وكان كل شويه يبعتوا لي ايميل فاضل لك مش عارف كم ليره على الاكونت بتاعك حولهم وبتاع PayPal in Turkey You can use not legally, but some people found a way illegally. إزاي بقى? First thing first, you need a SIM card from some country where out of Turkey, Bulgaria and Armenia, whatever. After, if you have a PayPal account, the located Turkey, you need to change your country. Right now, your account open to semi-use. But have no problem too. You can share money with somebody. After all, send message, blah, blah, blah. بتكلموا يعني على حلول موجودة بطريقة غير دايركت زي جادة تسحب. صحيح. Yes. هو مش ده المشكلة الملحة دلوقتي. بس طبعا أكيد الشركة حتى لها حل. زي ما تعاقد مثلا مع فوري في مصر. ممكن يتعاقد هنا مع أي شيء. بس لما يكون في. بالمية. هذا اللي أنا عم بقوله. عشان كده الواحد انا مش ده اللي شاغلني قوي يعني انا عارف ان الشركه هتلاقي لها 100 حل فسهله هتتعاقد مع بنك هتتعاقد مع اي بتاع ده اي شركه تحويل الموضوع سهل يعني وهذا الشيء اللي كده هيصير يعني انت شايف دايما الستيب بلان تركيا كان نيفر بي نيجلكت يعني السوق التركي مستحيل يهمل بس طبعا بدل ما يتعمل الشهر ده ممكن اخره شهرين 6 شهور ليه لانه في برايوريتي مين الوقت اللي بيعمل الفوليوم مين بركز على البريوريتي؟ At the end of the day الشركة ما عندها 10,000 موظف
في عندها ريسورسز معينه بتتوجه للبرايورتيز الاولويات. فانا هذا الكلام قلت لاصحاب اخر مره اجيت، وانا كنت يعني المفروض ارجع تركيا مرتين لولا كورونا الله يبقى تشر عنا كلنا، ان احنا وي نيد تو تيك اكشنز عشان نعمل البرايورتيز. طيب كيف نعمل هالاكشن؟ هلا انا متاكد لانه كلكم الان اولا ما عندكم خبره بالنتورك ماركتينج، بالنسبه لكم مجال جديد، بالنسبه لكم لما انا اجي افكر جوا البوكس بالتحديات اللي انا شايفها، انا بالنسبه لي حستنتج انه النتيجه حتكون نيجاتيف. فعشان هيك if you're willing to be among the founders زي ما قال عصام، وعايزين تعملوا إشي عشان نحط تركي من البرايورتي ونخلي الشركه كده كده تاخد اكشنز باسرع وقت ممكن، we need to have an action plan. اول حاجه بدنا احنا نقتنع انه I need to empty my cup، لانه شو ما كانت خبرتي في الحياه، مهندس، دكتور، مستشار، whatever، تحترموا على الراس، لكن انا هون في هاي الصناعه انا بجريد 1. That's a fact. لأكون أنا مدرس محترف يجب أن أكون تلميذ نبيه. هذا اليوم صناعة جديدة عليكم، بيزنس جديد عليكم. عصام شوف بعد سنة آخر 7 أيام بالنسبة إله كان أول مرة بحياته دخل نتورك ماركتينج، لأنه شاف بالسبع أيام شغلات الأفق تبعه كله تغير. وفعلا اليوم لو دخلته على كل الإحصائيات في العالم الموجودة كلها بلا استثناء، the highest paid profession في العالم الآن هو الشبكي المحترف، ليس دكتور الإسبان ولا المحامي ولا الطبيب ولا المهندس. the highest paid profession، أعلى متوسط دخل للحرفة بالعالم بالترتيب الأول لفوق هو المسوق الشبكي المحترف. واليوم اللي دوبلي عملته هي أصلاً توجت صناعة البيع المباشر والتسويق الشبكي، عملت شغلة أصلاً مش موجودة في كل صناعات تسويق الشبكي بالعالم، اللي هي كل شركات تسويق الشبكي بالعالم تقسم إلى شقين، يا إما شركة بتبيع منتج حصري وده سهل جداً تطلع له 10,000 منافس بالسوق بأسعار أقل، يا إما شركة بتبيع استثمار. وأنا برأيي الخاص ده رأيي إنه كل الشركات دي نصب بلا استثناء عن بكرة أبيها، أي شركة بتعمل تسويق شبكي واستثمار سواء العملات أو it's totally نصب. أنا إلى 14 سنة في البورصة وبتكلم هالكلام عن علم، ومستعد أدخل بنظرة مع أي إنسان كان في الكون وأثبت له بالعلم it is pure scam. تخيل ده في شركات عاملة booming وبتعمل عشرات الملايين من الدولارات من البيع بالسنة، وهي بتبيع إيه؟ كل سنة 1800 دولار الناس بيدفعوا عشان يشتروا برنامج تعليمي يعلمهم إزاي يتداولوا بالفوركس وبالبورصة. وأصلاً ده موجود كل البروكرز بالعالم بتقدمه مجانا بس عشان البيزنس اوبورتيونيتي. فاليوم انا لما ببص شويه اوتسايد ذا بوكس وبشوف معطيات الدنيا اللي حوالي، نظرتي والجادجمنت تبعي على الموضوع هيكون مختلف، فبالتالي نتائجي هتكون مختلفه. فالسؤال الان، هل تركيا من الاولويات؟ انا فتحت لكم دوكيومنت سريه بيني وبين رئيس الشركه، وردكم تركيا موجوده ومكتوب البلان تبعها، وهذا الحكي من 4-5 أسابيع مش جديد. هل حيصير في لوكال مول؟ اطلع على التاريخ، كل الدول اللي صار فيها فوليوم كلها بلا استثناء صار فيها لوكال مول. وريتكم كيف انا مثلا عندي بالامارات، انا كل سنه عندي ما لا يقل عن 7-8,000 دولار كاش باك، ده غير بقى الخصومات، كاش باك غير الخصومات. هل هذا الشيء ممكن يكون في تركيا؟ وأكثر بكثير، لأن نسبة الاستلام النقدي في تركيا، نسبة الأونلاين شوبينج في تركيا أعلى من الإمارات، البوبوليشن أعلى. فاليوم أنا المعطيات بتاعت المعادلة تبعتي كلها واضحة وصريحة. اليوم ليش في ناس، وعلى فكرة بدي أكم تسأل نفسكم سؤال، نبيل بوشطيبة سمعت قصته ولا ما سمعت قصته؟ نعم، في تونس ايوه. نبيل بوشطيبة شاب عمره تقريبا 24-25 سنة، خلص تعليمه لغاية 6 أو 7 ابتدائي، بدأ في تونس لوحده مع
عندوش اي ابلاين، ما عندوش اي ليدرز. هذا الكلام من 4 شهور فاتوا. وتونس ما فيش فيها ولا ميرشنت، صفر. زائد تونس عندك كل البطاقات الدفع على الانترنت فيها ليميت، حد سنوي $500 بالسنة كلها. وعندهم تحديات بانه يعملوا الصينايه ب $600، كانوا بحولوا الفلوس عن طريق البر لجزائر وجزائر للامارات او لمصر وهكذا. هذا الشخص في شهرين وصل رتبة سيلز دايركتور، في اول اسبوعين عمل 16 مبيعة مباشرة تيم ممبر، وما عنده ولا مرشد في تونس. من 3 أسابيع الشركة ضافت لهم جوميا تونس. فيعني الأمثلة قدامنا ممكن نتكلم عنها من هنا لكمان 6 سنوات قادمة، مش هخلص كلام عنها. الدلائل موجودة بالملايين. نجاحات، هل هذا الإشي بيعمل أرباح؟ أنه ممكن أنا برضو أعطيكم نظرة سريعة على إحدى الأكاونتات تبعتي. أنا عندي 5 earning accounts. أنا كنت بشتغل مدير مشاريع بشركة خطيب وعلمي، أكبر شركة اتحاد هندسي في الوطن العربي. آخر مشروع اشتغلته الداون تاون بوليفارد، هو 5 كيلومتر مربع، هو الكيلومتر مربع حوالين برج خليفة. أنا مهندس كهرباء، وهذا آخر مشروع اشتغلت عليه. أنا تركت وظيفتي بالكامل عشان هاي الصناعة. هفرجيكم بس هذا الأكاونت تبعي خالد شعت، الأفيلابل $418,000. لو رحنا مثلا على البي أوتس، أعطيكم بس تسلسل سريع كيف الدنيا كانت يعني بشكل سريع. 2015 و2016 هي تقريبا أرباح أسبوعية أو كل أسبوعين، 14,000، 8,000، 23,000، 6,000، 10,000، 18,000، 2,000، 48,000، 20,000، 25,000، 19,000، 6,000. لسه اليوم طالب، هاي آخر تحويل كان $25,000. لو تعرف عنا في الإمارات في روس، عندك كل أسبوع في عندك كانوا personal bank account، في عندك maximum limit 100,000 درهم تستلمه، فا you cannot transfer more. لأنه لسه مش عامل corporate bank account. فهذه يعني هذه فلوس صح؟ هذا الأرباح اللي هون جياني من إيش؟ من كاش باك. ده مش باينري ولا ناس، ده تسوق. ناس بتتسوق وعايشة حياتها. هذا فاليو، هذه قيمة، هذه أشياء. يعني لو أنا ضليتني مهندس كمان 185 سنة مش حوصل لهالكلام. أنا لما بدأت زيكم، بل بالعكس فرصتكم أكتر. بأول شيء بالفئة العمرية اللي كل واحد عندكم إياها، المصداقية اللي عندكم إياها، الخبرة بالحياة. طيب لما أجي نقول نبيل بشطيبة بتونس، خالد شعت، أحمد، شباب، ليدرز، عصام، لو بنلاقي إنه كل الناس يا جماعة، كل الناس بنفس الشركة، بنفس السيستم، كان عندهم نفس الظروف، نفس خطة الدخل، نفس نظام العمل، ما هو المتغير الوحيد في المعادلة؟ أنت. يس. هناك فقط متغير وحيد في المعادلة هو اللي بيأثر على الناتج. لما أنا عندي معادلة فيها 6 متغيرات، 6، 5 متغيرات منها ثبتت في مع كل الناس، فاضل متغير وحيد واي اللي هو أنت. الفاليو تبعه بيأثر على النتيجة النهائية. فهذا بكل بساطة اللي حاولت أوصلكم إياه، إنه هيك السوق التركي رح يصير. هيك السوق التركي، سواء من اليوم، بكرة، بعده، بعد سنة، حيصير 100%. بس إمتى حيصير؟ هذا بيعتمد على الناس اللي حتليد، مين اللي حياخد الماكسيموم فوليوم، الناس اللي حتليد. لأنه مثلا ممكن أنتوا حسيتوا نفسكم مش قادرين تكونوا الفاوندرز، لا بدكم تستنوا ليتأسس وبعدين إن شاء الله يلدو ذا أكشنز، حيجي بشخص آخر والليد ذا ماركت. زي ما الشخص بمصر والشخص بتونس والشخص بالجزائر والشخص بالإمارات وفي الوطن العربي وفي باريس وفي إيطاليا وفي النمسا وفي الدنمارك وفي كل الدول. بس الفرق هم هدول الناس اللي حياخدوا الحصة الأكبر من السوق، حتى لو أنت بديتوا قبلهم. هذا في عرف التسويق الشبكي، الوقت ملوش أي قيمة إلا إذا الشخص أخذ بقيمة الوقت والأسبقية. ف
بكل بساطة هذا هو اللي الآن بين إيدينا. وفعلا الحديث اللي بيصير مع مستر مايكل هانسن والترتيبات إنه we are going already بدأنا researches، بدأنا نشوف الـ payment gateways، بدأنا نتكلم مع payment gateways، يعني إحنا كشركة شغلنا جاهز، بس we need to see the results. وفي نفس الوقت الـ results اللي عم تيجي بنفس الوقت الـ actions بتاخد. ما دليلك على ذلك؟ كل الدول اللي انتشرنا فيها نفس الطريقة. طيب إذا أنا اليوم 18 سنة كان عندي سيستم شغال عليه والحمد لله حطني على قمة العالم في هذا المجال، أغيره ليش؟ ما بقدر، صح؟ هل أي حد فينا، حتى أنا مع احترامي للكل، حتى أنا منكم، هل إحنا نملك الخبرة الكافية في مجال اللي بتعمل شركة دوبلي عشان نقرر شغلات هم شيء ممكن يكون شيء أحسن منا؟ يعني هل أكيد، يعني إذا الشركة هتكون حريصة أكتر مني ومنك ومن أي واحد على الكاستومرز والإكسباندينج تبعها، بس أكيد بعد 18 سنة operating a global business حوالين العالم أظن تكون عندهم فكرة ولو صغيرة على البزنس هذا. والدليل إنه هم الآن المنصة الوحيدة في الكرة الأرضية اللي بتقدم global cash back portal موجود بأكثر من 120 دولة، وهذا شيء في عرف البزنس من المعجزات. في الوقت اللي احنا فيه كبرى شركات العالم تتهاوى وتقفل، هيردز، المقاولين العرب، بيتزا هات يو اس، ارابتكس، المقاولين العرب، ارابتكس اللي بنت برج خليفة، بنت برج العرب، بنت متحف اللوفر، اللي عملت مشروع المليون مسكن في مصر، 4 بليون دولار كومباني، توماس كوك 180 سنة أكبر شركة سياحة وسفر في بريطانيا قفلت، آلاف مؤلفة، 160 مليون بني آدم بآخر 6 شهور unemployed فقدوا وظائفهم، وما خفيه كان أعظم، الله يستر. فاليوم what else in the world أحسن من الإشي موجود بين إيدينا بخضم الإمكانيات الموجودة؟ كل واحد لو معك 10 مليون دولار بقول لك don't do دوبلي، please روح اشتري اي ميرشنت، حط لك انفستمنت 2 مليون دولار في الريل استيتس واقعد في البيت والفلوس هي حتجيب لك فلوس. But if you don't have it مليون دولار it's nothing. It is nothing في عرف الانفستمنت. Let me tell you this. مليون دولار ولا حاجة في عرف الانفستمنت عشان تولد لك الدخل اللي انت تعيش منه للجريت لايف ستايل الكونسيستنت اللي لك ولاولادك ولاحفادك. It's not unfortunately. فعشان هيك I'm telling you those are facts. أنا بتأسف إذا يمكن حد منكم يعني ما عجبه كلامي أو اتضايق، بس أنا هاي طبعي يا جماعة، أنا مهندس، إنسان بتكلم فقط بحقائق ووقائع وأرقام وإحصائيات وخطط عمل. فبالنسبة لي شيء بدي أقوله إنه إذا حابين تنضموا بالفاوندرشيب، أنا خلال 3 أيام راح اختار 50 شخص من كل فريق بالعالم. هدول 50 شخص هعمل معهم البلدز كامبين 20 and 30، بس كل واحد من هدول 30 شخص بدي يوقع لي على تعهد. اولا شهر كامل عنده شغل 6 ساعات يوميا every single day no day off لمدة شهر. الشغلة اللي حنكتبها بده يروح لعائلته، يروح لأهله، يروح لأصحابه، يقول لهم يا جماعة أنا بهالشهر أنا بعتذر منكم، أنا بستسمحكم من أي مسؤوليات طلعات خرجات سوق كذا هذا الشهر، لأن أنا عندي كامبين كده كده. الشهر اللي جاي مقفول، كورونا قافلة يعني، ما تقلقش مفيش كورونا. ثالث شغلة، الأشياء اللي حنقولها بدي أطبقها بالحرف من غير أي إضافة مستحضرات تجميلية أو ملح وبهار، لأنه زي مثلاً واحد إجا أخذ الفرنشايز تاع ماكدونالدز، جاب سندويشة البيج ماك كلها، لا ناقصها شوية ملح وشوية مايونيز، ده صار بقى حسب الله دونالدز مش ماكدونالدز. It's a system. شو اللي بيصير مع الناس الـ very high IQ ومتعلمين جداً؟ بياخدوا السيستم، زي مثلاً أنت اليوم في ماكدونالدز
كل ما بيجي واحد بطلب منك انا عايز سندويشة بيج ماك، في سؤال لازم يتسأل: سير دو يو وانت كومبو ميل اند دو يو وانت ابل باي؟ انت عايز اعمل لك اياه كومبو بطاطس ودرينك وعايز معاه فطير التفاح؟ في واحد بيقول لك انا صلي شهر بقول نفس الكلام زهق تعال غيره. لا، ايه اللي زهق ده؟ سيستم. الكلمه دي اللي تتقال دي بتزيد المبيعات 30%. تتكلم انت بمئات الملايين من الدولارات. لا، انا افضل اقول الكلمه دي لغايه ما بقي يقع. ده سيستم. فاللي بيحصل مع السمارت بيبل في النتورك ماركتنج ايه؟ تديهم سيستم بيشتغل عليه اول فتره، لانه للاسف كل مخلوقات رب العالمين مقتنعه بشغله اسمها المجهود المهدر. يعني الاسد من كل 100 محاوله صيد بيفشل اكثر من 70 75 مره، وبيفضل يعمل نفس الشيء. وكل مخلوقات ربنا فاهمه الجهد المهدور، لكن الانسان هو المخلوق الوحيد اللي مش عايز يستوعب انه دي سنه الطبيعه. انا مش كل حد هكلمه هيدخل، انا مش كل حد هتكلم معه هيسجل. ده يعني اذا 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 الرسول عليه الصلاه والسلام اعظم واجل الخلق، ربنا نزل عليه اعظم معجزه بالقران، القران الكريم، وما اقنعش الناس كلها في الاسلام، انا ايه جنب الرسول ولا فكر حشره؟ يعني وي هاف تو جيت لوجيكال. يعني في حاجه اسمها الطاقه المجدوده، ده جزء لا يتجزا من عمل اي شيء في الكون. فاليوم تيجي السمارت بيبل او الهايلي ايديوكيتد بيعمل السيستم لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، ممكن ما تدروش النتائج اللي هو عايزها، بيزهق بيروح عامل إيه؟ بيروح مطور عليه أو مزبط عليه شوية، فبيزيد تعقيدا. بيشتغل عليه أسبوعين ثلاثة، لو زاد تعقيدا مش هيديله نتيجة، بيروح بيغير فيه ومزبط فيه وفاكر حاله إنه بيحسنه، مش عارف إنه هو بيزيده تعقيدا وبيزيده فشلا، فبيفشل وبيكوت. لكن السيستم هو حاجة زي ما قلنا إحنا 3 years journey، ده مشروع 3 لـ5 سنوات توصل الحرية المالية. هتقول لي طويل، طب ما في ناس بتشتغل 40 سنة وبتتقاعد وهي مفلسة. 67% من الناس في أمريكا، أقوى اقتصاد في العالم، بيتقاعدوا على سن 65 سنة وما عندوش في حسابه $1,000. 67%، دي إحصائية رسمية فيك تطلعها من كل الارتيكلز. 67% من الناس في أمريكا بتقاعد بعد مشوار 40-45 سنة شغل وما عندوش $1,000 في حساب البنك تبعه. ف 45 سنة مش مشوار طويل، لكن 3 سنوات مشوار طويل. I don't think it's a fair comparison. فأنا اليوم المايند سيت تبعي بده يتظبط، أنا داخل على مشروع 3 to 5 years. بس في الوضع تبعكم I believe it's 1 to 3 years. لأنكم you are going to lead the market and be the very first people، أول ناس. فالpotential أعلى جدا، صح؟ التحديات أعلى، ما فيش حاجة ببلاش. كل ما التحديات عليت كل ما الدفع كتر، كل ما التحديات قلت كل ما نسبة النجاح والإنكم قل. دي سنة الحياة، تخلق الفرص من بطن التحديات. دي سنة الحياة في كل البزنس في العالم. فاليوم هدول ال 50 بيبل انا هظبط كونتراكت، كل واحد هيعبي اسمه البي اي نمبر تبعه وهيوقع الكونتراكت ويعمل له سكان ويبعت لي اياه. هدول ال 50 شخص اللي هيعملوا هيك هم اللي هختارهم في البريتس كامبين 3 تو 5 دايز ماكسيمم لخلص الاوراق والبلاننج وكل شيء عشان ابدا معهم، وانا هكون شغال معهم بهذا الشهر بيرسونالي. ده اذا انت عايز تعمل كيك ستارت، بدك تعمل إشي يختصر لك 6 شهور في شهر. بدنا زي الطيارة، الطيارة لما تيجي تطير، مين فيكم هون طيار أو مهندس طيران؟ في أي حد أو عنده خبرة بموضوع لسه الطيران؟ لا لا لا، ما موضوع بسيط. أنت اليوم لما بدك تطير الطيارة ما بتقلع، الماكينة بتاعت الطيارة لو شغالة على قوة 95% الطيارة بتقع. الطيارة عشان تقلع وتوصل للفلاينج اتيتيود لاتيتيود، هاي المرحله هون محتاج انت تعطي 100% من الثريد باور، 100% من طاقه الماكينه. لما بتوصل للفلاينج لاتيتيود بتنزل الانجن ل 70% 50%، اتس اب تو يو. فانا
البلدز كامبين للشخص اللي بده يقلع اللي بده يعمل نتائج 6 شهور في شهر، والتارجت 20 and 30. التارجت انك تعمل 20 دايركت تيم ممبر في 30 يوم. يا حاجه تشوف ده بقالك سنه ما عملتهاش. البلدز كامبين انه انت تطبقه بالحرف بالملي زي ما هو بنفس الشروط يجرد. نسب النجاح فيه اكثر من 80%. الناس تطبقه زي ما هو. فهاد هو بالنسبه لي الاكشنز اللي انا بقدر اساعدكم فيه لنقدر يعني اليوم انا عايز وانا عايز. طب انا عشان اخد، طيب ليه ما احط البلان ان انا اوصل ل 300 بي اي دول؟ هون انا بتكلم صح، احط الاكشن اوصلهم ساعتها من غير ما اتكلم. انا حلاقي الشركه اوريدي كده كده بدات تعمل. انا حتفاجئ ان السرعه بتجري او الشركه بتجري بسرعه. حتى انا فاكر نفسي سابق الشركه بمراحل، عادي في ثانية هتلاقيها سبقتك بعشر مراحل، وده خبرتي مع الشركة بست سنوات بكل بساطة. أنا طولت عليكم شوي بس حبيت فقط أتكلم معكم من قلبي زي ما عصام أتكلم من قلبه، وهذا بكل بساطة اللي أنا حاب أوصلكم إياه، لأنه we are looking for the founder for the Turkish market. إذا أنت شايف نفسك منهم let's accept the challenge ونشتغل باللي موجود عندنا، واللي موجود عندنا أحسن بكتير من اللي 1000 شركة حاليا متقدمة موجودة في تركيا، ونعمل النتائج وحنتفاجأ إن الشركة تتحرك بسرعة أسرع بكتير من اللي إحنا أصلا بدأنا فيها. إذا أنت شايف حالك غير مؤهل برضو على الرحب والسعة وعلى العين والرأس، فيك تستنى لما نكون إحنا جاهزين. بعد هيك بتدخل بتشوف شو في عندنا موشس، شو في عندنا مول، شو في عندنا كذا، شو في عندنا اشياء. فانا يعني اكون اتمنى اني رديت على التساؤلات اللي انا كتبتها عندي. استاذ علي قال 3، انا كتبت 5، يعني في حاجات فصلتها، وبنفس الوقت ضفت الفيجن والرؤيه تبعتي وقلت لكم شو هو البلان وشو بدنا نعمل. ما حدا حيزعل يعني انت اشتراكك في دوبلي او الرخصه تبعتك في دوبلي دي موجوده طول الحياه، مش مطلوب منك تشتري في اي بيز. كل مطلوب انك تجديد الرخصه كل سنه 39 دولار فول ستوب. عادي ممكن تستنى كمان سنه واثنين وثلاثه، ما فيش حاجه هتروح منك. بس عايز تكون هلا معانا من الفاوندرز وتنضم لهذا الشيء وقص ويلكم. انا اعطيتكم دلائل حقيقيه موجوده على ارض الواقع بناس مؤهلاتهم اقل من كل واحد موجود هون 100 مره، واتعملت مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مية، أكثر من 100 مرة. Can it be done again؟ بلا شك نعم. مش مصدقين؟ Watch me. مش مصدقين؟ Please لو سمحت كل واحد فيكم يريح وتفرجوا علي. عايزين تكونوا within the founders you're also welcome. لأنه أنا لما قعدت مع عصام لما كنت في تركيا، أنا إنسان طول عمري بالنسبة لإلي كلمتي أو الكلام اللي بقوله أهم من أي عقد في الدنيا، لأنه أنا هيك تربيت أو بعرف ربنا هيك خلقني. أنا الإنسان بوثق فيه من أول مرة، أول يوم بشوفه بوثق فيه كأنه بعرفه من 100 سنة. ما عنديش نظرية المؤامرة والتفكير وأقعد أحلل. بالنسبة لإلي هذا الإشي مش مستعد أضيع فيه ثانية. لكن عندما هذا الإنسان يفقد ثقة أو أفقد ثقتي فيه تفقد إلى الأبد. As simple as that. ليش؟ لأنه أنا متعود أتعامل مع الناس زي ما ربنا خلقهم. ربنا خلق البشر محل الثقة ليس غير ذلك. أنا مش حفرض استراتيجية على الناس بسبب بعض الشواذ، لا، لن أعمم. الاستراتيجية الربانية أنه الناس محل الثقة، فأنا هيك بتعامل معهم. فأنا الكلام اللي هلأ عم بقوله نفس الكلام اللي اتقال لعصام قبل تقريباً almost a year أو 7-8 شهور. طبعاً هو هذا وقت كورونا خلانا مش حاسين بالوقت، هاي 8-9 شهور بتاعت كورونا 11 شهر بالضبط، كان لما دخل 15-12-2019